لا فيست 450 اورو، هذا 34 اورو، هذا ديال الظهر. بالنسبه لليغون اخوتي نورمالمون كانوا دايرينهم في الاول 98. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا به. خوتي اخواتي صباح النور، على سلامتكم، نتمنىكم تكونوا كل شيء بخير وعلى خير، تكونوا هانيين فرحانين ناشطين وتكونوا إن شاء الله بصحة جيدة. هذه 10:38 دقيقة ديال الصباح، مرحبا بكم في القناة ديالي مرة أخرى، مرحبا بكم في نهار جديد. رانا إخوان في وسط جبال بني زناسن، هاد الطريقة خوتي هي اللي كتجيب من الشواحية لتافوغالت مرورا بتنزرت، راه معروفه الناس ديال المنطقه كلهم كيعرفوها، فيها مناظر زوينه تبارك الله، فيها ما يتشاف. خليكم معنا خوتي. قبل كل شيء بغيت نقول لكم بلي دوك الحوايج اللي كنت هضرت لكم عليهم، اما الكسوه ودوك الحوايج ديال البروتيكسيون شي حوايج اخرين، راهم وصلوني ولله الحمد، جاوني البارحه اخوان. غادي نديكم معايا للدار ان شاء الله نوريكم داك الشيء بالتفصيل وبالاثمنه ديالهم. مرحبا بكم اخوان، مرحبا بكم في الدار عندنا. غادي نقول لكم هذا الشيء خفيف ظريف غير في الساعه باش ما نضيعوش بزاف ديال الوقت. غادي نبداو اخوتي بالاساسي، الاساسي اللي هو البلوزون والسروال، السروال ديالها لا مارك اخوتي كيف كتشوفوا ريفايت، راه كاع لي موتور كيعرفوها، هذه معروفه بزاف سيرتو في العالم ديال الادفونتور ريفايت. وهذا هذا الاصدار اخوتي سميتو ساند 3، ساند 3 هذه وهادي مع هادي اخوان. في التالي ان شاء الله غادي نقول لكم الاثمنه باش شريت هادشي كامل. شريت عاوتاني ليغو، هاد ليغو نورمالمون معروفين دومي سيزون خفاف، فيهم لي بروتيكسيون هنايا في الصبعان ديال الجلد كيجيو زينين في اليدين، ما بغيتش ناخذ شي حاجه غليظه بزاف باش كيف كتعرفوا اخوان ما عندناش البرد بزاف حنا في المغرب، وثانيا يعني كنحتاج يعني الكاميرا بزاف وكل شيء، دوك اللي غلاظ ما غاديش نصيب راحتي فيهم. هذا خوتي بالنسبه لهادي راه البروتيكسيون ديال الظهر، كتجي لداخل كتركب في هاد لافيست هادي لداخل، ما كتجيش معاها يعني خصك تشريها ابار، ما كتجيش مع لافيست، يا راه فيها لي بروتيكسيون ديال لي كود ديال لي زيبول، ولكن هادي ديال الظهر سبحان الله ما عرفتش علاش ما داروهاش. شنو اخرى اخوان؟ كاين هادي هذا السروال اخوتي كيف كتشوفوا، وهادي لافيست ديالو، راه حتى هما سميتهم ريفايت. هذا خوتي واتر بروف، هادو ديال الشتاء ملي تكون الشتاء ولا تلبسهم الفوق، الاشاره خوتي راه حتى لافيس والسروال راه واتر بروف، ولكن هادو ديرهم من الفوق باش الامور تبقى نقيه، يعني ساهلين باش يتغسلوا، ساهلين باش يتحيدوا، ماشي بحال الاخرين تقال بزاف وواعرين باش يتصبنوا كل شيء. اخوان بالنسبه للسمينه غادي نقول لكم الثمانات في الاول، الثمانات ديالهم نيشان يعني ملي كتقلب في السيت، والثمانات باش شريت انا لحقاش انا خوتي شريت في الجمعه البيضاء كيف كيقولوا نصارى بلاك فرايداي. السروال نورمالمون الثمن ديالو خوتي ما رانيش متاكد نيشان، ولكن واش 320 ولا 329 اورو، والله ما راني عاقل، 320 ولا 329 اورو. لافيست 450 اورو، هذا 34 اورو، هذا ديال الظهر. بالنسبه لليغون اخوتي نورمالمون كانوا دايرينهم في الاول 98، بالنسبه لهادو شريتهم ب 100 اورو، 98 ولا 99، المهم وحده كدير 40 وحده كدير 60، لافيس كدير 60 والسروال كيدير 40. غادي نقول لكم دابا اخوتي الثمن باش شريت انا، هذا قلنا قبيله 320 ولا 329 ما رانيش عاقل اكزاكتومون، وانا خديته ب 210 هذا السروال، هادي قلنا 450 اورو خديتها ب 290 اورو، هادي بقات في الثمن ديالها الله اعلم ما عقلتش، ولكن الله اعلم الا بقات في الثمن ديالها 34. هذا خوتي ديتهم ب 64 اورو ولا 65 اورو، المهم اخوان كيدوخوني دوك الفصيلات 64.9 هي 65. هادو كيف قلت لكم ديتهم الثمن ديالهم 100 اورو، 98 ولا 99، المهم هما كيضربوا على 100 غير كيدوخونا بدوك الفصيلات. هاد الشيء ما كان اخوان، وكاين حاجه اخرى اخوتي مازال ما وريتها لكم، شي طالع عليها الفيلم بزاف كاع بزاف كاع، اللي هي هادي درون دي جي اي اخوتي الدرون ها هي، ولكن شكون يخدمها الله اعلم، والله ما نعرف منين نفوت لها، ولكن ان شاء الله غادي نتقاتل معها اخوان كاع ما تخافوش. تبارك الله عليكم اخوتي، هذا ما كان، يلا السلام عليكم، نوليو ان شاء الله عند لا موتو.
اخوان كيف ما شفتوا شريت درون، والغرض الرئيسي من هذه الخرجه اخوتي كامله هي نجربوا ديك الدرون. ما نكذبش عليكم اخوان، جربتها في الدار، ولكن الانسان اللي يكون في البيت ولا كيكون داك الشيء مدحس كيكون شويه ديال الريسك، وانا ما عنديش خبره في داك الشيء. لذلك اخوتي جربت انه نخرجوا على برا ونجربوها. فكرت مزيان فين غادي نمشي، قلت نجيو هنايا احسن، ما كاينش الناس بزاف، الدنيا خاليه، وراكم عارفين اخوتي ربما نتلاقاو مع شي واحد نلقاو في التصريح ما التصريح ونزيدكم علما اخوتي. راه سولت على المساله ديال التصاريح باش ندير التصريح ديالها، قالوا لي في البشويه بلي ما كاينش التصريح ديال الدرون. هما كيقولوا لك البوليس ولا الجندارم ولا المخزنيه ولا العسكر ولا ملي كيلقى كيقول لك اودي راه خصك التصريح، واش عندك لوتوريزاسيون باش تصور ولا ما عندكش، ولكن ملي كتمشي ديرها كيقولوا لك ما كايناش. والله اعلم، هادشي اللي قالوا لي في البشاويه. تبارك الله عليكم اخوان اخوتي، المناظر زينه. عندي واحد المشكل، مره يعني كندور للشمس، الشمس ما طالعش في السماء، ملي كضرب فيا مباشره انا اخوان ما عرفتش واش غادي تكون الجوده ديال التصوير مزيانه ولا لا، ولكن بحال هكذا انا متاكد انه مزيان. انا سلامتكم اخوان، تبارك الله عليكم. رانا ندورو وان شاء الله نقلبوا على شي بلاصه تكون مزيانه تكون موالمه ونطيروها بحول الله وقوتي. خوتي ادعوا معايا بالتسخير، الله يجازيكم بخير. هادشي كامل ان شاء الله باش نطلعوا النيفو، ديال القناه ونستمتع انا وتستمتعوا انتم ان شاء الله معايا. هذا هو المبتغى، جزاكم الله خيرا. اخوان كيف قلت لكم قبيله، راه هذه الخرجه الغرض منها هو التصوير، تصوير ان شاء الله نتمتعوا بالمناظر ونتمتعوا ان شاء الله بما خلقه الله سبحانه وتعالى. راه المناظر زوينه. وحاجه اخرى اخوان دائما كنقولها، الكاميرا ما يمكن لهاش تنقل لكم الجمال ديال داك الشيء اللي خلقه الله سبحانه وتعالى 100%. يعني واخا كتشوفوا هذا الشيء، ولكن الانسان ملي يجي ويشوف بعينه راه ان شاء الله غادي يحس بالروعه وبالجمال ديال داك الشيء اكثر من الكاميرا والفيديو. توكلت على الله.
اخوان هذا الجبل ديالنا، انا ان شاء الله غادي نحاولوا نطيروا ديك الدرون، نطلبوا من الله تعالى يحفظنا وتخرج هذه التجربه اخوتي بسلام، حقاش ما عنديش الاكسبيريونس اخوتي وهذه اول مره ان شاء الله. قوم معانا. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا به. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي تسخر وتبارك في هذا الشيء يا ربي. الشعر اخوتي هادي راني مدوخ ومخلوع، ما تديوش عليا يا اخوان. نورمالمون راه خدام اخوتي ولكن يبان لي الريزو ما كاينش، الجي بي اس ما كانش، الله يستر وصافي. بسم الله. حقاش اخوتي بسم الله. سبحان الله.